إذا يوم من الأيام مدحنا شخصا، رجاءنها التفتوا إلها، إذا يوم من الأيام مدحنا شخصا وزكينا شخصا، ترى هذه التزكية مو لآخر الخط أبدا. إذا زكيت شخص قبل 8 سنوات أو 10 سنوات، إني زكيته من حيث كان، ما أزكي من حيث هو الآن. الآن هو شنو؟ لست مسؤولا عنه. للأسف الشديد الناس يقول بلي أنتوا جبتوهم، أنتوا زكيتوهم، أنتوا سويتوهم، أنتوا طيتوهم فلان. نعم، في حينهم، في حينه كانوا ليسوا كما هو الآن، كانوا ناس نعرف فيهم الصدق، والناس نحن في الواقع لا نعرف، يعني لا نعلم الغيب، نعرف من الصدق كان مجاهد كان كذا، ولكن الدنيا أن تلعب به هذا اللعب وأن يخرج عن الموازين، هذه مشكلته هو مو مشكلتي أنا. فلذلك تزكية العلماء وتزكية الشخصيات وتزكية أهل العلم لبعض الأشخاص لا يعني أن هذه التزكية إلى يوم يقتل، لا، أو يوم يموت، أبدا، إنما هي تزكية في حينها. الآن جنابكم أنتم كلكم تشتركون بخطبة النساء وتشتركون بمشية أحد الأحباب، يقول يا بتعال مشية، تذهب إلى أهل العروس ماذا تقول؟ والله لا نعلم من هذا الولد إلا خير، مؤدب وطيب، وأبوه كذا من أهل ما أدري حمولة كذا، مو شكل، لا لا، وبعدين طلع مخش ولد وتأذت زوجته وصارت مشاكل، أنت المسؤول. نحن لا نعلم منهم إلا خيرا في وقته، وهذا لا يعني أنه واحد يركض ورانا أنت جبتوهم، أنت خليتوهم، أنت عطيتهم، لا، في وقته كانوا على أي حال. ولكن بعد ذلك قلنا الأعلام قالوا أنه لا تأتوا بالوجوه التي لم تأتي بالخير، غيروا الوجوه التي جلبت الشر والفساد، هذه تزكية أو رجوع عن التزكية السابقة. لما نغلق الباب وتغلق الباب ماذا يعني؟ يعني أخوان أنا ما كنت عليه سابقا فإني رفعت يدي والأمر إليكم، وهذا انتخاب جديد، هذا عقد جديد، هذا عرس جديد، تردون تشتركون أهلا وسهلا، ولكن إياكم الوجوه الفاسدة، تاريخهم لا يشفع لهم، والله أنا كان عندي فلان تاريخ وأنا كذا وأنا كنت في السجون أنا هالشكل، قل له هذا التاريخ كله الله هو الذي ماذا يجازيك أو لا يجازيك، نحن نجد الآن ما هو أنت عليه، ما الذي تقوم به الآن، هذا هو المعيار، هذا هو المعيار. ولنجعل أصحاب أمير المؤمنين وأصحاب النبي الأعظم أمام أعيننا، وأصحاب الحسين أيضا أمام أعيننا.